تسلم. عشان تفهم الناس افهم نفسك، هذه هي القاعدة الأولى. أنت واحد من الناس، وما ينطبق عليك ينطبق على معظمهم. دائما شوف رغباتك إيش تحتاج، انظر إلى اهتماماتك، إيش اللي يرضيك وإيش اللي يغضبك، ومتى الشيء اللي يدفعك إنك تقول نعم وليش، ومتى تقول لا. إذا جاوبت على هذه الأسئلة بشكل صحيح، فإن هذه الإجابة راح تنطبق عليك وعلى غيرك. راح نحاول إن نجيب مع بعض على هذه الأسئلة. إيش نحتاج من الآخرين؟ إنهم يعاملوك باحترام، أو إنهم يشعروك بأنك شخص مهم، أو إنهم يفهمون وجهة نظرك، أو إنهم يحققون مصالحك. إذا حصلت منهم على الشيء اللي تريده، هل أنت مستعد إعطائهم على الشيء اللي هم يريدون منك؟ بالتأكيد إجابتك راح تكون نعم. تذكر إنهم دائما يبغون منك نفس هذه الأشياء: الاحترام، الاهتمام، وتحقيق مصالحهم. إذن بادر أنت واعطيهم ما يريدون، وراح تجدهم مستعدين لرد التحية بمثلها أو بأحسن منها. في كاتب اسمه هنري فورد يقول: يكمن سر النجاح في القدرة على استيعاب وجهة نظر الشخص الآخر ورؤية الأشياء من الزاوية اللي يراها هو، بالإضافة إلى الزاوية اللي تراها أنت. باختصار، غير قاعدة أنا أولا ثم أنت، واستخدم قاعدة أنت أولا ثم أنا. اجعل هذا الأسلوب سلوك دائم، وبس مو مجرد وسيلة في بعض الأحيان تستخدمها. وقتها راح تكون عرفت بداية الطريق. ألم تسلم.